يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم دخول الكنائس والصلاة فيها، الصلاة الشرعية، وهل يجوز دخول أماكن العبادة بالنسبة لغير النصارى وذلك لاستشعار نعمة الإسلام؟ نعم، تجوز الصلاة في الكنائس إذا كانت أرضها طاهرة وليس فيها صور الصليب، ليس فيها صور الصليب يصلى فيها، طاهرة وليس فيها صلبان يصلى فيها، لأنها من الأرض، قد جعلت الأرض مسجدا وطهورا للمسلم. أما معابد الشرك والوثنية فلا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها. أما أنه ينظر فيها من باب الاطلاع هذا لا بأس، وإن كان الأولى أنه ما يأتي إليها، لأن مواطن شر ومواطن فتنة. نعم.